النهارده هنعمل مع بعض لازانيا في الطاسه كده مرتجله سريعه. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الطماطم البريه او الطماطم المضروبه، عندي شويه من اللحمه المفرومه، عندي بصل وجزر، عندي جبنه، عندي كمون ملح وفلفل، وهنا اللازانيا بتاعتنا. طيب نعمل لازانيا مختلفه شويه النهارده، هنسوي كده اللحمه بتاعتنا الاول وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. شويه من الزيت، عايز اديله فرصه بس يسخن. ادي البصل، نديله فرصه كده ثواني، اول ما يبتدي يدبل معايا هنزل بالجزر وبعد كده باقي المكونات. هنزل بالجزر، نقلبهم كويس كده مع بعض، يبتدي ايه الجزر يغير لون البصل، واول ما يدبلوا هنزل باللحم. شوكه كده هبتدي انزل اللحمه، كسر اللحمه، اخر شويه من الزيت، دلوقتي هنزل بالملح، فلفل اسود، واخيرا الكمون. ندي تقليبه، اهو هغطي على اللحمه بتاعتي دقيقتين كده بس على ما ايه تاخد السوا بتاعها. هنرفع بقى الغطا دلوقتي من على اللحمه، نزلت الميه بتاعتها واخدت السوا اهو، على طول بقى حاجتين، هنزل بالصلصه او الطماطم المضروبه، عايزها ايه تغطي اللحمه. تاني حاجة هجيب اللازانيا بتاعتي هكسرها كده اهو، هبتدي اوزعها بالشكل ده. خلاص ونغطي اهو، نديها فرصة بقى على ما اللازانيا بتاعتنا تتسلق. طيب خلاص اللازانيا بتاعتنا خدت السوا بتاعها، فاضل لنا اخر خطوه خالص، هننزل بشويه الجبنه. ناخد الجبنه بتاعتنا، نوزعها، نغطي تاني على ما الجبنه تسيح. الجبنه بتاعتنا ساحت، هندي بس تاتش البقدونس في الاخر كده ونبقى خلصنا. بصوا بقى العظمه، مقلوبه بقى، نقدر نسميها لازانيا مقلوبه. دي بتتقدم بقى في الطاسه كده زي ما هي، يتغرف منها على طول.